مشاهدينا نذهب معكم إلى هذه الصور المباشرة والمشاهد من الضاحية الجنوبية، ذلك بعد استهداف جديد وغارة جديدة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقتي الحدث وكذلك حارة حريك. كذلك كان الطيران الإسرائيلي قد قصف منطقة الحدث بغارتين بحسب ما قالته لنا الصحفية في قناة العربية ومفادتنا إلى هناك. والآن تتجدد الغارات على الضاحية الجنوبية. نعود ونذكر بالطبع بأن كانت الضاحية الجنوبية قد شهدت هدوءا حذرا طوال الأيام الماضية، ومنذ ظهر يوم الأربعاء حتى تجددت الغارات بالأمس بأكثر من 15 غارة أو 15 غارة طالت المنطقة، مناطق متفرقة. الجيش الإسرائيلي كان قد قال أنه استهدف مقر الاستخبارات لحزب الله وكذلك مستودعات للأسلحة في الضاحية الجنوبية. جاء ذلك بعد إطلاق حزب الله مسيرات على منطقة قيسارية مستهدفة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طبعا هذه الصور الآن تأتي مباشرة لصباح اليوم وتجدد هذه الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية.